حلقة جديدة من كشك الصحافة نطالع فيها. أستاذ جامعي يعتذر لطلابه عن التدريس لعدم امتلاكه أجرة المواصلات وانشغاله بجمع الحطب. الحوثيون يختطفون متدربات في الصندوق الاجتماعي بالقبيطة. اليمنيون ضمن 5 شعوب هي الأقل سعادة في العالم. السجن 25 عاما لأمريكي حاول شراء صواريخ لصالح إيران. أهلا بكم. انفتاح يمني على الصين، ما دلالة ذلك؟ يتساءل الموقع بوست في تقريره الرئيسي محاولا البحث عن الإجابة، ويقول الموقع: أجرى القائم بأعمال السفير الصيني لدى اليمن جين خوي عدة لقاءات مع مسؤولين يمنيين في العاصمة السعودية الرياض، أثارت العديد من التكهنات حول مستقبل العلاقة اليمنية مع الصين. وخلال لقائه مع الرئيس هادي، أشاد القائم بأعمال السفير الصيني بمستوى التعاون والعلاقة بين البلدين الصديقين، مجددا دعم بلاده لليمن وقيادته الشرعية حتى تحقيق السلام والأمن والاستقرار المنشود وفقا لمرجعيات السلام المحددة. يضيف الموقع: إن آخر لقاء جمع القائم بأعمال السفير الصيني مع قيادات من الحراك الجنوبي السلمي في الرياض تطرق أيضا للتطورات الجارية في مدينة عدن، ونقل عن السفير قوله بأن بلاده ستنفذ مشروعا عالميا في اليمن. يتابع الموقع بوست: لا يستبعد آخرون أن يكون هذا التطور جزءا من ورقة ضغط تمارسها الحكومة اليمنية على التحالف العربي للرضوخ لمطالبها في جوانب أخرى. إلى موقع المشاهد نت، والذي عنون في صفحته الرئيسية: جماعة الحوثي تدفع بهؤلاء الموظفين للتظاهر بصنعاء. وقال الموقع: تظاهر العشرات من موظفي وزارة الاتصالات وشركة يمن موبايل بالعاصمة صنعاء أمام مبنى الأمم المتحدة بتزامن مع وصول المنسقة الأممية للشؤون الإنسانية إلى العاصمة، احتجاجا على قرار حكومة الرئيس هادي نقل بوابة الاتصالات إلى العاصمة المؤقتة عدن. ووفقا لمصادر إعلامية محلية بصنعاء، فإن الحوثيين دفعوا بالموظفين للتظاهر أمام مبنى الأمم المتحدة الذي وصلت إليه منسقتها للشؤون الإنسانية، مشيرة إلى أن المتظاهرين طالبوا بتحييد الاتصالات وعدم إقحامها في الصراع. وقال الموقع أن الاتصالات تمثل مصدر دخل كبير لإيرادات جماعة الحوثي وتوفر لهم سيولة مالية، وأن الحكومة الشرعية أعلنت أنها ستطلق قريبا خدمة تتبع شركة عدن نت بديلا من شركة تليمن التي يسيطر عليها الحوثيون، الأمر الذي يعني نقل الاتصالات والتحكم بها إلى عدن. عن حقيقة قاسية لا يجب تجاوزها وإغفالها، كتب أحمد عبد الله مقاله في التغيير نت، مضيفا في أجزاء منه: صنعاء التاريخية لا تحتمل حروب شوارع طويلة وضارية، بل وتكاد أحياؤها العتيقة لا تقوى على دمدمة الرعود الصيفية وسخط السحب حين تصبح كثيفة وداكنة. ولهذا من الصعب على كل من يعرف في شأن الجغرافيا أن يتوقع بقاء أهلها في ديارهم يوما واحدا إذا اشتعلت الدنيا في محيطها. وبعد أن أحكم الحوثيون القبضة عليها منفردين منذ ديسمبر الماضي، لم تعد هناك جيوش متعددة الولاءات، ولم يتبقى من منافسهم القوي الرئيس السابق الراحل سوى بعض الحداد التويتري والحسرات التي يطلقها مؤيدوه على منصات التواصل الاجتماعي. أي أن صنعاء بغض النظر عن وضعها السياسي مدينة لا يتنازعها فرقاء، خاصة وأن خطوط التماس مع قوات الشرعية تبعد عنها 100 عام من السفر، استنادا إلى أداء عسكر التباب النهمية التي أصبحت معلما ربما الأشهر غموضا في طبوغرافيا الحروب. استطاع الحوثيون أن يتخلصوا من حليفهم القوي بعد أن راهنت دول التحالف العربي على استمالته يوما ما لتغيير الموازين، وأصبحت صنعاء وأخواتها من مدن المرتفعات اليمنية الحصينة الوعرة شديدة الكثافة السكانية حوثية صرفة، أي في قبضة من تشكل التحالف العربي لضربهم أو إضعافهم. تلك حقيقة قاسية لا يجب تجاوزها أو إغفالها، إذ لم يقابلها في الجبهات البعيدة بعد إنجازات 2015 سوى حالات متواضعة قياسا بالمهمة الشاملة المعقدة، وهو ما يطرح أسئلة دون إجابة حقيقية
حول أداء ونوايا المحاربين، وحين يكشف عنها المستقبل تصبح في قائمة الدروس التاريخية المتكررة في بلد العجائب. دعا صحفي يمني إلى إشراك المغتربين اليمنيين في معترك الإصلاحات الاقتصادية للسعودية بدلا من وضع السكين على دخل العامل اليمني. وقال محمد الجماعي إن ملف المغتربين اليمنيين أحد أخطر ملفات الاقتصاد اليمني في الوقت الحالي، إذ تعتبر عائدات الاغتراب هي مصدر الدخل الأهم بالنسبة لليمن، مثلها مثل مينائي عدن والمكلا ومطاري عدن وسيئون ومنفذي شحن والوديعة وشركتي صافر وبتروماسيلا. وفقا لموقع يمن مونيتور، فقد حذر من أي إجراء يستهدف هذه المصادر، مشيرا إلى أن من شأنه تخريب حياة الملايين وتعريضها لأزمات إنسانية ماحقة. ولفت الصحفي المتخصص بالاقتصاد إلى أن السعودية تخضع لعملية جراحية صعبة في الجانب الاقتصادي في محاولة للخروج من معادلة الاعتماد على ريع النفط وبحثا عن مصادر أخرى غير نفطية. وتابع: وفي وضع كهذا ندعو السعودية إلى إشراك 3 ملايين يمني في معترك الإصلاح الاقتصادي السعودي، وليس وضع السكين على دخل العامل اليمني. كان المجتمع ينظر بإجلال إلى أساتذة الجامعة، وكان الكرسي الجامعي حلما يرافق الجميع، إلا أن عهد ميليشيات الحوثي جعله واحدا من أكثر المهن غير المطلوبة. وعنون موقع الحرف 28: أستاذ جامعي يعتذر لطلابه عن التدريس لافتقاده أجرة المواصلات والتفرغ لجمع الحطب. وقال الدكتور عبد الله معمر الحكيمي في رسالة تداولها ناشطون وإعلاميون: نعتذر من أبنائنا الطلاب عن عدم حضور المحاضرات، فالمحاضرة تكلفنا مقدار سنة من الصحة. وقال الحكيمي: استيقاظ في الصباح وخروج من البيت بدون إفطار، خلاف مع سائق الباص حول أجرة المشوار، وعودة إلى البيت دون أمل في تناول وجبة غداء أكثر من قطعة خبز وماء. وأضاف الأستاذ في جامعة صنعاء ومؤلف العديد من الكتب في علم المجتمع لليوم الرابع على التوالي: منزلي بدون غاز، في الغد سنحول البلكونة إلى مطبخ، اليوم أحضرت 3 أحجار مناسبة لتكون مصعدا للطبخ، سنخرج أنا والعيال وأمهم نجمع الحطب. ويرد الموقع نماذج لأساتذة جامعيين آخرين: قبل عام عثر على أستاذ في جامعة صنعاء ميتا في سكنه بعد أسبوع من وفاته بسبب سوء الأحوال المعيشية وانعدام سبل الحياة بعد التوقف التام للمرتبات، بينما اضطر أكاديميون إلى العمل في المطاعم وبيع القات لتوفير متطلبات الحياة الضرورية. يرى علي بن شنظور في مقاله بصحيفة الأيام أنه يخشى أن نصل إلى مرحلة لا نتذكر فيها شيئا جميلا من واقعنا. وأضاف في صحيفة الأيام: نتذكر الماضي ومحاسنه حينما نفتقر لتلك المحاسن والإيجابيات في الزمن الحاضر، ويصبح الحاضر مؤشرا سلبيا على القادم، فحينها لا بد لنا من تذكر إيجابيات الماضي حتى نرسل إشارات للعقول المتهورة لعلها تصحو من غفلتها وتعيد نشاط خلاياها السلبية بذبذبات إيجابية مشرقة. ما الذي ستتذكره أجيال المستقبل التي تعيش طفولتها وريعان شبابها في الزمن الحاضر في ظل الحروب والصراعات الإقليمية وفساد قوى النفوذ وفشل الحكام في تحمل مسؤوليات حماية شعوبهم من كوارث الحروب والدمار والفساد؟ هل سيتذكر الشاب الصغير في المستقبل أنه كان يخرج من بيته وهو يتمنى أن يعود سالما مرة أخرى بسبب الحروب والفوضى الأمنية؟ أم يتذكر أنه كان يتمنى أن يذهب بأمان مع والديه للحديقة والنزهة ولم يستطع فعل ذلك بسبب الخوف من التفجيرات الانتحارية؟ أم يتذكر مواكب الأطقم العسكرية التي تحمي من يبسطون على الأراضي العامة والخاصة والسواحل؟ أم يتذكر توقف الأنشطة الرياضية وتجاه الشباب لأسواق القات لأنه لا بديل عنه؟ أم يتذكر غياب النظام والقانون وفوضى الشوارع وحركة المرور والخوف من انقطاع الكهرباء وانتظار الموظف لمرتباته بفارغ الصبر؟ هناك محاسن تتذكرها الأجيال في كل زمن، فحافظوا عليها لتكون ذكرى للقادم. موقع عدن الغد يعنون في صفحته الرئيسية حول واحدة من مشروعات ميليشيا الحوثي الفاشلة: عسكريون سابقون يجهضون حملة تعبئة حوثية. وقال التقرير الذي نشر أولا في صحيفة الشرق الأوسط: وصف عسكريون سابقون حملة حشد حوثية في محافظات مختلفة بالفاشلة بعد أسبوعين من التعبئة التي استهدفت العسكريين المسرحين والمنقطعين عن العمل في مختلف المحافظات التي تسيطر
عليها الجماعة. وقال التقرير إن الفشل جاء رغم الضغوط القبلية وأساليب الترهيب والترغيب التي لجأت إليها الجماعة الإنقلابية لإجبارهم على العودة للخدمة تحت إمرتها. وأفادت المصادر بأن الاستجابة للحملة الحوثية لإعادة العسكريين إلى الخدمة كانت صفرية، مقابل استجابة محدودة من قبل بعض الجنود المنتسبين إلى الوحدات العسكرية السابقة في الجيش. وأضاف التقرير إلى وأشار التقرير إلى أن ميليشيا الحوثي أخفقت في استقطاب العسكريين السابقين في عدد من المديريات المحيطة بصنعاء، وأوفدت أحد ممثليها إلى بني مطر والحيمة وسنحان للاستعانة بواجهات المنطقة لإقناع الضباط والجنود بالاستجابة لدعوة الميليشيا للعودة إلى مواقعهم السابقة في الجيش. وإلى صحيفة الأيام التي عنونت في إحدى صفحاتها بخصوص ما تعرضت له مجموعة من المتدربات في مديرية القبيطة: الحوثيون يختطفون متدربات في الصندوق الاجتماعي بالقبيطة. وقالت الصحيفة إن قوات الحوثي اختطفت بمديرية القبيطة عددا من المتدربات في الصندوق الاجتماعي للتنمية بالمديرية، وقامت بترحيلهن إلى مدينة الراهدة بمحافظة تعز. وأفاد لصحيفة الأيام الناطق الرسمي باسم المقاومة والجيش في القبيطة علي منتصر القباطي إن الميليشيات احتجزت حافلتين على متنهما متدربات لدى الصندوق الاجتماعي للتنمية في منطقة نجد ضمران بالمديرية، وقامت بمصادرة بطائقهن والتلفظ عليهن بألفاظ نابية قبل أن يتم ترحيلهن بمعية مرافقهن إلى مدينة الراهدة. وأوضح القباطي أن عملية الاختطاف هذه أتت بإيعاز من وجهاء موالين للميليشيا في المنطقة بغرض ابتزاز أهالي المختطفات بدفع مبالغ مالية كفدية مقابل إطلاق سراحهن. إذن بعد الفاصل سنعود لمتابعة أبرز ما أوردته الصحف العربية والعالمية بالإضافة إلى بعض الأخبار المتنوعة، ابقوا معنا. تتجه بناظريك إلى ما هو حولك تكتشف جمال كل شيء، تتعرف من خلال ما شاهدت قانوناً واحداً من القوانين المعرفية، تعرف كيف امتزجت هذه الحياة بألوان البشر المختلفة، ستعلم عندها أن الأقرب منك، أن وضعنا العالم بين يديك. أهلا بكم من جديد. بالتزامن مع تداول أنباء عن لقاء جمع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان برئيس الحكومة اليمنية السابق خالد بحاح، كما تقول العرب الجديد، قطع رئيس الوزراء أحمد عبيد بن دغر التكهنات بعودته من عدمها، في الوقت الذي يواصل فيه فريق الخبراء الدوليين زيارته إلى عدن لإجراء لقاءات مع ممثلين من مختلف الأطراف. وأعلن بن دغر أنه تماثل للشفاء عقب تعرضه لوعكة صحية انتقل على إثرها للعلاج في الرياض ثم القاهرة. وقال في تصريح على حسابه الرسمي في تويتر: إنني أطمئن الجميع بأن حالتي الصحية جيدة جدا، وسأعود قريبا للعاصمة المؤقتة عدن لمواصلة النضال والعمل تحت القيادة الشرعية لاستكمال استعادة مؤسسات الدولة. وجاءت تصريحات بن دغر عقب ساعات من تداول أنباء عن لقاء جمع رئيس الوزراء السابق خالد بحاح والذي تدعمه أبو ظبي للعب دور في الشرعية اليمنية مع ولي العهد السعودي، إلى أن مصدرا مقربا من بحاح أكد للعرب الجديد أن الصورة التي جرى تداولها في مواقع التواصل وتحدثت عن لقاء جمعه مع محمد بن سلمان تعود إلى العام 2016 بعد أن أثار موجة جدل في أوساط أنصار الرئيس هادي والذين ينظرون بريبة إلى أي أنشطة يقوم بها. الفنلنديون هم الأسعد على وجه الأرض بحسب تقرير يبحث في مؤشرات جودة الحياة التي تشمل الثراء والعمر المتوقع والفساد والحرية وغيرها من الأشياء، ولكن ما هي أتعس الدول؟ يقول التقرير الذي جاء في صحيفة البيان إن أكثر الدول تعاسة هي بوروندي وجمهورية أفريقيا الوسطى وجنوب السودان وتنزانيا واليمن. تقول الصحيفة: أدرج التقرير العالمي للسعادة الذي يجرى بتكليف من شبكة حلول التنمية المستدامة التابعة للأمم المتحدة أيضا النرويج والدنمارك وإيسلندا وسويسرا في قائمتها للخمس الدول الأولى، وجرى تصنيف ألمانيا في المرتبة 15 فوق الولايات المتحدة بثلاث مراتب. وبحسب جيفري ساكس وهو خبير أمريكي بارز في اقتصاد التنمية الذي ساهم في التقرير،
قال يتراجع تصنيف السعادة الأمريكي ويرجع ذلك إلى جزء من في جزء منه إلى الأوبئة والبدانة وتعاطي المخدرات والاكتئاب غير المعالج. في هذا العالم الذي يحكم فيه كل من دونالد ترامب في أمريكا وفلاديمير بوتين في روسيا، يصبح التنبؤ بأفعال أكبر قوتين عسكريتين في العالم صعباً. فهناك اختلاط كبير بين الشخصي والعام، واختلال في معايير السياسة، واستسهال للأحكام القاطعة والقرارات الخاطئة، بحيث لا يعود سهلاً تحليل الوقائع وتفسيرها. هكذا بدأت صحيفة القدس العربي مقالها الافتتاحي لعدد اليوم، وتضيف الصحيفة: تشكل حادثة التسمم الكيميائي للجاسوس الروسي السابق سيرجي سكريبال وابنته في مدينة سالزبري البريطانية في الرابع من الشهر الجاري، والتداعيات الكثيرة التي نجمت عنها، واحدة من هذه الوقائع العجيبة. فسكريبال كان عمليا في قبضة السلطات الروسية بعد انكشاف تعامله مع المخابرات البريطانية، وقد قامت قبل سنوات بإطلاق سراحه في صفقة تبادل جواسيس عام 2010. وهكذا تحول الجاسوس الخطير سابقا إلى شخص بسيط لا يمثل خطرا على أحد، ويقيم في مدينة إنجليزية صغيرة، وبالتالي لم يعد هناك مبرر لمحاولة اغتياله بهذه الطريقة التي تشير بوضوح إلى أنها عملية استخبارية معقدة باستخدام عنصر كيميائي خاص قام الجيش الروسي بتطويره. والهجوم عليه بهذه الطريقة هو خرق عملي لاتفاق إطلاق سراح الجواسيس من الجهتين، يفترض أن لا تقوم به سلطات وأجهزة أمن تحترم اتفاقياتها مع الآخرين. تذكر الحادثة المذكورة بعملية اغتيال جاسوس روسي آخر في لندن بمادة البولونيوم المشعة قبل عامين، وتسببت حينها بأزمة دبلوماسية بين البلدين، كما أنها توثق نمطا اعتياديا في عمليات الاغتيال التي تنفذها المخابرات الروسية، والتي عادة ما تلجأ فيها للمواد الكيميائية السامة والمشعة. مثير للاهتمام أن يعلق أحد عملاء المخابرات الروسية وأحد المشتبهين بقتل ليفيتينكو حول محاولة الاغتيال الأخيرة بالقول إنه بسبب الانتخابات الرئاسية في روسيا وعملياتنا في سوريا، قد يتم تحويل وضع سكريبال إلى استفزاز معاد لروسيا. فهذا التصريح يقدم عمليا كشفا لكيفية التفكير التي تسيطر على إدارة بوتين وأجهزته الأمنية، والتي تساعد في تفسير الحدث. صحيفة الشرق الأوسط قالت بأن محكمة أمريكية قضت بالسجن 25 عاما على رجل يحمل الجنسيتين الإيرانية والأمريكية بعد إدانته بمحاولة شراء صواريخ أرض جو وأجزاء طائرات لصالح حكومة إيران في انتهاك للعقوبات الأمريكية. تضيف الصحيفة: العقوبة التي أصدرتها لوريتا بريسكا القاضية بالمحكمة الجزائية في منهاتن بحق رضا أولانجيان هي الحد الأدنى بموجب القانون الاتحادي. وقال الادعاء إن أولانجيان التقى في أوكرانيا عميلا لإدارة مكافحة المخدرات، تظاهر بأنه سمسار سلاح روسي لترتيب شراء صواريخ أرض جو ومكونات طائرات عسكرية. وأضاف الادعاء أن أولانجيان تفاوض على شراء 10 صواريخ وعشرات من أجزاء الطائرات، وكان يرغب في شراء 200 صاروخ على الأقل في نهاية المطاف، كما كان يستهدف جني ربح كبير من بيع الأسلحة. قطة تجبر الحكم على إيقاف السهرة الافتتاحية لدوري أبطال أوروبا، عنوان لصحيفة القدس العربي، حيث أدى اقتحام هر لأرض ملعب نادي بشكتاش التركي في مدينة اسطنبول إلى توقف مباراته ضد ضيفه بايرن ميونخ الألماني في إياب الدور ثمن النهائي لدوري أبطال أوروبا في كرة القدم لنحو دقيقة. ووقعت الحادثة في الدقيقة 50 من المباراة عندما تسلل الهر إلى أرض الملعب من خلف مرمى الفريق التركي، ما دفع الحكم البريطاني مايكل أوليفر إلى وقف اللعب. الحادثة أثارت ضحك آلاف المشجعين في المدرجات، لا سيما وأن الهر بقي على أرض الملعب لنحو دقيقة قبل أن يخرج ويتيح استئناف المباراة. آلاف القطط، وكما تقول الصحيفة، تعيش في شوارع إسطنبول حيث تحظى بالاحترام ويتم الاعتناء بها وتوفير الطعام لها من قبل السكان. في جولتنا المصورة لهذا اليوم مجموعة صور من مختلف أنحاء العالم لأحداث أغلبها ذات طابع سياسي، التقطتها عدسات المصورين ونقلتها صحيفات الديلي تيليغراف للعالم. نتابع.
بهذه المجموعة من الصور والصحف نكون قد وصلنا لختام حلقتنا لهذا اليوم. نترككم مع مجموعة من رسوم الكاريكاتير. إلى اللقاء.